حياكم الله من جديد أحبتي المشاهدين. بداية فقرة مانشيت كالمعتاد من المحليات، وكالمعتاد دائما نبدأ من فقرة رياضية محلية، وهذا اليوم سنبدأ من الملحق الرياضي لصاحبة الصباح. الأولمبي يواجه نظيره الإيراني، منتخبنا يلاقي نشام الأردن في ختام بطولة الصداقة، وفي افتتاح مربع السلة الذهبي المتصدر يواجه الجنوب والوصيف يلتقي الكرخ. اتحاد الملاكمة يهدد بتعليق نشاطه وينهي عقدة مدربه الأجنبية. نقلب في ملحق الرياضي لصفحة لصحيفة الصباح ونذهب إلى صفحة أخرى. الفوز على الأردن يؤهلنا للتصنيف الثامن آسيويا. كاتانيتش: نبحث دائما عن اللاعب الجاهز فنيا وبدنيا. وهادي مطنش: بطولة الصداقة فرصة لاختبار اللاعبين. وأيضا أكد أن فريقه سيلعب من أجل الفوز لا غير. عامر شفيع: سعيد بزيارة العراق وأتمنى أن تكرر مجددا. وفي الملحق ذاته إلى الصفحة الأخيرة. كشف عن تغييرات متوقعة في تشكيلة الفريق شهد: هدفنا التأهل أولا رغم صعوبة مواجهة إيران. وأيضا اجتماع على خطف بطاقة التأهل، تفاؤل يسود الوسط الكروي باجتياز الأولمبي للحاجز الإيراني. في دوري كرة الصالات: القوة الجوية يجتاز شهربان، وصناعات يهزم مصافي الجنوب. ومن رياضة الصباح إلى صحيفة الملاعب. أسود الرافدين يواجهون النشامى بطموح انتزاع لقب بطولة الصداقة. 90 دقيقة فقط تفصلنا عن التأهل لنهائيات كأس آسيا. منتخبنا الأولمبي يبحث عن تأهل بطعم الشهد من بوابة إيران. وقصي منير: كتيبة شهد ستقول كلمتها في إيران. لازلنا في صحيفة الملاعب، لكن إلى صفحة الحوارات واللقاءات. واثق الخطوة. منتخبنا الأولمبي يواجه إيران بمعنويات عالية. مراد محمد: سنعود لبغداد حاملين بطاقة التأهل. علي كاظم: المعنويات ممتازة وبلوغ النهائيات هدفنا. عبد العباس أياد: عقدنا العزم على نيل تذكرة الصعود لتايلاند. ومن صحيفة الملاعب إلى الملحق الرياضي لصحيفة الدستور. الوطني يلاعب النشامى لخطف الصدارة. لاعبو منتخبنا يناشدون الجمهور بالحضور والمساندة. اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة توضح آلية إحراز اللقب. الأولمبي يلاعب إيران لحسم التأهل. ومن الصحافة العربية اخترنا صحيفة الوطن القطرية. موقعة الحسم. منتخبنا الأولمبي يبحث عن بطاقة التأهل لكأس آسيا أمام عمان اليوم. الكاميروني إيتو خارج حسابات باتيستا في نادي قطر. يوفنتوس الإيطالي يطمح بالتعاقد مع الفرنسي فاران. مستمرون في فقرة مانشيت، ومن الصحافة المحلية والعربية إلى أوروبا، والبداية من إسبانيا ومع البرنابيو. مفاتيح الصفقة المستحيلة. أوضح نادي ريال مدريد الإسباني حقيقة التقارير التي ترددت مؤخرا حول رصد 280 مليون يورو من أجل التعاقد مع مامبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي بالصيف المقبل. وأكد النادي الملكي أنه لم يتفاوض مع مامبابي وأن العملية نفسها غير مطروحة. وعلى الأنباء الصادرة من فرنسا مزيفة هدفها التلاعب بمشاعر الفريق.
صحيفة إسبانية أخرى وهي الموندو ديبارتيبو. راشفورد على جدول أعمال. أكدت صحيفة الموندو ديبارتيبو الإسبانية والمقربة من برشلونة عن رغبة الفريق بالتعاقد مع الإنجليزي راشفورد نجم مانشستر يونايتد في الصيف المقبل. وعنونت الصحيفة بعددها الصادر اليوم الثلاثاء: راشفورد على جدول الأعمال. إدارة برشلونة تضع اللاعب ضمن قائمة المطلوبين للتعاقد معه الموسم المقبل. ومن إسبانيا إلى إنجلترا ومع صحيفة ستار سبورت. العنصرية تفسد ليلة إنجلترا المبهرة في الجبل الأسود. ألقت إهانات عنصرية مواجهة على لاعبي إنجلترا بظلالها على فوز المنتخب الإنجليزي الساحق بخماسية مقابل هدف واحد على الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا. وأدت دعواته من أجل غلق الاستاد، وتعرض المدافع داني روز لأصوات تشبه القردة، كما استهدف رحيم ستيرلينغ الذي سجل الهدف الخامس لإنجلترا بإهانات عنصرية كان يمكن سماعها طيلة المباراة. ودعا ستيرلينغ إلى إيقاف جماهير الجبل الأسود عن حضور المباريات، بينما قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذه الوقائع المخزية. الصحيفة الأخيرة في فقرة مانشيت هي من فرنسا ومع صحيفة ليغير. ديشامب: التكامل الهجومي وراء انتصارات الديوك. أبدى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا سعادته بتحقيق الانتصار برباعية نظيفة على إسلندا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020. وقال ديشامب في تصريحات نقلتها صحيفة ليغير: الخصم مع الإرهاق ترك مساحات نجحنا في استغلالها، وجدنا المزيد من الثغرات في الشوط الثاني. وأضاف في التصفيات: حتى الآن سجلنا 8 أهداف وحصدنا 6 نقاط، وكان أمر يمنحنا الراحة المطلوبة. استمعت بالمباراة وهو نفس الحال باللاعبين، حيث استمتع الجميع بهذه المباراة. الأجواء كانت رائعة وخلابة. إذن أحبتي المشاهدين، هذه عودة مرة أخرى إلى علي ولارا وتكمل.